السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده جهاز نقدر نقوله إن هو أول مرة يجينا في القناة، اسمه نورماندي، راديو نورماندي متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو. الموديل بتاعه اسمه جلوبيتروتر 808، جلوبيتروتر 808 ميد ان جيرماني اهوت، متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو، بيشتغل بيه الكهرباء. عرضه حوالي 40 سنتي في ارتفاع 25. المينا بتاعته زرقاء اهيت على قطعتين هنا فوق وفي الجنب، ولونه اسود في فضي. ونشوفه مع بعض. This radio is Normand radio Normand model Globetrotter 808 made in Germany. Thank you. ما المغزى من تصريحات ساديو ماني ان 60% من جانب السنغاليين السنغالي؟ يا جماعه يا استاذ احمد بغل، انت اعلى من غيرك علما، انت اعلى من غيرك. قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، بإمالة الناس. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قرأ الدوري بضم أولى الساكنين وهو اللام هكذا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ما يفهمهاش غير اللي مشيها، اللي شربها. رحله ما فيهاش اعذار، هنلعب في اي وقت وباي حاجه وباي حته. فوق بر الامان من حلمي تحديدي تم حصادها بالفعل. وزارة الصحة معلش، أنا كولي أمر أخطأ، أنا بجني على 50 ولي أمر تانيين، عارف لكن. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو نورماند، الموديل بتاعه اسمه جلوبيتروتر 808، صنع في اليابان، متعدد الموجات. زي ما قلنا عرضه 40 سنتي في ارتفاع 20، وزنه حوالي 8 كيلو او 7 كيلو تقريبا. بيشتغل طبعا بالكهرباء، صنع في المانيا. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is نورماندي راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو، موديل جلوبيتروتر 808 Made in Germany, thank you.